حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة من أرض مطار بغداد الدولي لتغطية حفل افتتاح صالتي نينوى وسامراء، صالة نينوى اللي تعرضت لحريق وصالة سامراء الصالة المتوقفة من عشرات السنوات. ترحب سلطة الطيران المدني العراقي بجميع الحضور وهي تحتضن فعاليات افتتاح صالتي نينوى وسامراء في مطار بغداد الدولي. جميع الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وافتتاح صالة سامراء استعداداً لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى كل دول العالم بعد توقف دام لأكثر من 3 عقود شملتها سنوات من الإهمال، لكنه بالمتابعة الشخصية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشياع السوداني وممثله اللواء المهندس سامي السوداني مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون النقل والمنافذ والجمارك، عملت الكوادر الوطنية وبهمة كبيرة وبالغة في سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي وبمساعدة الشركات وإسناد مباشر من المحافظة وعلى رأسها الأخ المحافظ في المطار استعادت هذه الصالة جاهزيتها من جديد لاستقبال المسافرين. تأتي أهمية هذه الصالات بأنها طاقة تشغيلية كبرى تضاف إلى طاقة صالة بابل اللي كانت الوحيدة تعمل في مطار بغداد الدولي، وبالتالي أصبحت ذات يعني شكل ضغط غير طبيعي على الأجهزة اللي موجودة بها نتيجة كثر المسافرين والشركات، يعني الشركات الأجنبية والشركات العراقية كانت كلها تستخدم صالة بابل. الآن افتتاح هذه الصالات وعودتها إلى طاقتها القصوى أعطى سماحية وأعطى إمكانية لأنه تعمل بطاقات كبرى وتجاوز الروتين اللي موجود في صالة بابل على الأجهزة. الآن المسافر يستطيع أن يعني يأخذ راحته في التنقل بهذه الصالات لأنه العراقية أخذت لها صالتها الطبيعية نينوى، بالتالي صالة سامراء راح تكون لبعض الشركات الأجنبية، بابل أيضا لبعض من الشركات الأجنبية. تم تقسيم اللود على هذه الصالات، بالتالي أصبح توازن بالانس على كل الصالات، أكو حرية في التعامل مع المسافر. المسافر يجب أن يكون يحظى بقدر كبير من الاهتمام، فبصالة واحدة ببابل ما نستطيع أن نقدم له الاهتمام الواحد. الآن نستطيع أن نقدم الخدمات ونستطيع أن نقدم له أكبر قدر ممكن من الخدمات. نجتمع اليوم في رمز حضاري تضافر الجهود مؤسسات الدولة جميعها في دعمه وتطويره والنهوض به، حيث يمثل مطار بغداد الدولي ونحن بصدد افتتاح قاعة سامراء فيها بعد تأهيلها لتكون محطة أساسية في رحلة البناء والتنمية. ومحافظة بغداد لم تدخر جهداً يوماً في دعم مطار بغداد وقطاع الطيران والنقل بشكل عام. ومن الجدير بالذكر أن محافظة بغداد ومنذ عام 2011 ذهبت باتجاه دعم مطار بغداد بعدما دعمت كثير من المشاريع المهمة وخصوصاً المتمثلة بمنظومة الأجهزة في المطار، خصوصاً الأكس راي وتأهيل البنى التحتية، وبإشراف وعمل مهندسي محافظة بغداد والشركات التي دعتها محافظة بغداد ليشمل هذا التأهيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعة متوقفة منذ 1990،
ودخلت محطة بغداد على تطويرها 2011، وتم إنجاز بنسبة متقدمة بال 2018، ولكن لم تفتح الصالم مع الأسف. اليوم ارتأت سلطة طهران أن تفتحها، ولكن بعد ما تعرضت إلى صارت نينوى خلينا نقول التخريب، اليوم صارت سامراء افتتحت، وإن شاء الله نعمل على افتتاح صالة نينوى وأكونية لإنشاء صالة أخرى وصولا إلى إنشاء مطار جديد. محافظة بغداد هي اللي كانت قامت بكل هذه الأعمال. عندما نتكلم اليوم عن ذلك المنجز فإننا نتكلم عن جهود وطاقات بشرية وإمكانيات مادية سخرت كل ما تملك جميعا لهذا المنجز العراقي ولهذا البلد العزيز الذي يستحق المزيد منا لخدمة أبنائه، سيما وإن صالة سامراء التي نحتفل فيها اليوم كانت قد توقفت عن العمل منذ العام 1990، وصالة نينوى هي الأخرى قد تعرضت لحادث حريق في وقت سابق، وبلغت نسبة هذا الحادث أكثر من 70% من الدمار والتخريب. حتى جاءت عجلة البناء والاهتمام وكذلك المتابعة المباشرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بدأت الجهود تتفاعل وتتواصل بغية استكمال تلك المهمة الوطنية بالملاكات العاملة في سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي والشركات العاملة في المطار بمدة قياسية من العمل ليلاً ونهاراً تتجاوز 15 يوماً، لن تتجاوز 15 يوماً، ويتزامن حفل الافتتاح هذا مع الاحتفال باليوبيل الماسي ومضي 75 عاماً لسلطة الطيران المدني العراقي كعضو مؤسس في المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو. الداعم الأول والرئيسي في هذا الموضوع وفي هذا الافتتاح وفي هذا النصر اللي حققته سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي هو توجيهات ورعاية دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف مباشر من 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 قبل دولة رئيس الوزراء، وبالتالي كان المستشار أخ مستشار رئيس الوزراء لشؤون رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل والمنافذ والجمارك بتواصل ينقل توجيهات دولة رئيس الوزراء. هذه التوجيهات أثمرت بأنه نتجاوز الكثير من القضايا المعرقلة، واعتمدنا على همة الشباب في سلطة الطيران المدني والشركات العاملة معنا، وأنجزنا هذا الموضوع في فترة 15 يوما كما وعدنا دولة الرئيس بأن يكون 15 يوما للإنجاز، ابتداء من صالة بابل والتي تضمن تأهيلها استبدال الأحزمة الناقلة والأرضيات، كذلك صالة نينوى. أما صالة سامراء فقد شملت عمل التأهيل فيها استبدال الجسور الهوائية والأحزمة الناقلة المغادرة والقدوم وتوفير أجهزة الفحص الخاصة بحقائق الحقائب والأشخاص، وكذلك تجهيز ونصب وتشغيل المصاعد وتأهيل الأرضيات والأبواب الإلكترونية مع نصب منظومة كاميرات حديثة للمطار وبقية الصالات. محافظة بغداد هي التي قامت بتأهيل صالة سامراء بعد عام 2003، وسلمت الصالة إلى مطار بغداد الدولي في عام 2018، ولكن للأسف الشديد لم يتم استغلال هذه الصالة وتوقفت عن العمل لغاية ما احنا جينا الآن شغلنا. لم تقتصر جهود محافظة بغداد على هذا النحو، بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من المهندسين والفنيين على تشغيل وصيانة المنظومات والمعدات في بلد المنشأ، حيث تم إفاد عدد من المهندسين إلى تلك الدول يتدربوا على تشغيل هذه المنظومات وخصوصاً الجسور الهوائية
والكاميرات وغيرها، وما زالت بعض الأعمال مستمرة كما هو الحال في بقية الأعمال الأخرى. هذه القاعة تم إنجازها منذ 2018، ولكن لبعض خلينا نقول نعتب على الإدارة السابقة لعدم افتتاحها، ولكن بهمة دولة رئيس الوزراء وبهمة جميع المنظومة الحكومية الحالية وبتوكيل منه إلى سلطة الطيران المدني، عملوا بشغل دؤوب وحركة فاعلة لافتتاح هذه الصالة بعد انتظار 5 أعوام وتأهيل قاعة نينوى التي حدث فيها حريق مؤسف وتعرضت للدمار. إن شاء الله نأمل خير بالسلطة الطيران الحالية وهمتهم كوادرهم، وإن شاء الله نرى مطار يليق بالعاصمة بغداد بالرغم من كونه صغير وقديم، ولكن همة خلينا نقول الغيارة يقدر يغير كل شيء. أكيدا يعني هذا الاهتمام والرعاية المباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، لأن المطارات تشرف عليها المنظمة الدولية وبالتالي يعني تعرف ماذا يحصل هنا. هذا الاهتمام وهذه الإمكانيات في خلال هذه الأيام تعطي صورة واضحة للمنظمة الدولية وللمطارات الأخرى بأن العراق لديه تصميم وإرادة بأن يكون في مصاف الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو. نأمل أن يكون هناك عمل فعلي لإنشاء مطار حديث يليق بالعراق وببغداد ويليق بسمعة الخطوط الجوية العراقية التي كانت سابقاً تعد من بين أفضل الشركات في العالم، وهذا ليس كلام عندي ولكن من تقارير سابقا لسنوات سابقة. هذه الخطوط كانت تجوب كل دول العالم، إن شاء الله نأمل أن تسترجع جميع النقل الجوي في العراق عافيته، وخصوصا مطار بغداد ومحافظة بغداد داعمة وهي اللي قامت بتأثير هذه القاعة وبقية القاعات داعمة في إنشاء قاعة أخرى جديدة، وربما ندخل في إنشاء مطار جديد. والله بصراحة أشوفه شيء كبير ومفرح. سامراء معطلة منذ 30 سنة، 1990، ونينوى تعرضت إلى حريقين، وتأهيل نينوى بأسبوعين، وجت ويا حوبتي بالرئيس السلطة السابق. أنا أقول شكرا للأخ والصديق الحبيب الأستاذ عماد الأسدي رئيس السلطة الجديد، اللي أنا جيت وشفت الشغل، وشغل كبير كبير. اللي يريد يشتغل كل شيء يقدر يسوي. 15 يوم إذا تشوف الحريق في نينوى مستحيل تتوقع يرجع. وعشرين سلطة من 1990 ما رجعت سامراء، رجعت سامراء ب15 يوم ورجعت نينوى ب15 يوم. بالتالي شلون تقيم الأداء لرئيس الوزراء؟ السيد رئيس الوزراء عنده تجربة إدارية، عنده تجربة تنفيذية، وعنده تجربة سياسية، وإنصافا الرجل لا يكذب، نزيه، له خبرة وكفاءة إدارية. أنا أعتقد إذا ما توفرت الظروف السياسية الضاغطة من الإطار مشكل الحكومة، من الأطراف الأخرى، ومن الدعم الشعبي، سيحدث فارق كبير جدا جدا. تعرف رئيس وزراء يشتغل إدارة في منظومة، إذا هاي المنظومة أعطتها المجال فبالتأكيد سينجح نجاحا كبيرا. حقيقة يعني مطار بغداد يعتبر قديم منذ إنشائه،
واحتاج يعني كل ما تطوره هو يبقى على نفس المدير القديم. حقيقة احنا اكو تأهيل، اكو عناية، اكو ترتيب، اكو يعني خلينا نقول جهد واضح خصوصا بعد ما تبدلت الإدارة، ولكن في كل الأحوال يحتاجنا إلى مشروع يعني التطوير كامل للمطار، أو إنشاء مطار يعني حديث يليق بالعاصمة بغداد. هذه المقترحات الآن يعني ناقشناها وناقشناها قبل فترة، وإن شاء الله تصير أكو همة، وإن شاء الله الأموال موجودة لإنشاء مطار يليق بالعاصمة بغداد. قبل 15 يوم كان حريق يعني كبير ودمار، ولكن خلال 15 يوم بهمة يعني المساهمين وحتى محافظة بغداد ساهموا في تأهيل هذه القاعة وافتتاحها على أسرع ما يكون، وتأهيل قاعة نينوى اللي كانت محترقة وتنظيفها، والآن اليوم يصير العمل بها. بحيث اليوم افتتحنا قاعتين سامرة ونينوى. واضح واضح. بشهر في شهر واحد اكو علامات فارقة، نقلات كبيرة في الملف الأمني، في إزاحة العناصر الفاسدة، اكو جهد بالشارع مبين، واكو حراك سياسي أيضا خارجي، زيارات مكوكية لم تتوقف، اكو هدوء سياسي كبير. إن شاء الله ما عندنا، نعتقد يمكن هي هاي الفرصة الأخيرة، فإن شاء الله الله يوفقه. نعم اكو يعني خلينا نقول بعض الملاحظات أشرناها على القائمين بالعمل، خصوصا هو يعني مثل ما قلت لك مطار قديم جدا، واكو يعني مهما تحدثه يبقى هو شكله قديم، لهذا انه لاحظنا بعض خلينا نقول الاشياء البسيطه قلنا لهم يعالجوها، وان شاء الله نوصل الى يوم نرى فعلا اداره حقيقيه للمطار، بحيث يعني تنهض به وتكون انه فعلا لمسه باعتبار هي بوابه العراق وهو المنفذ الوحيد للعاصمه بغداد. تزامنا مع اليوم العالمي للطيران المدني الدولي، وحقيقة العراق هو عضو مؤسس في هذه المنظمة، هي منظمة الإيكاو، في هذا اليوم تم افتتاح صالة سامراء وصالة نينوى. صالة سامراء توقف العمل بها منذ عام 1990، وصالة نينوى تعرضت إلى الحريق قبل فترة زمنية معينة. وجه دولة الرئيس المهندس محمد الشياع السوداني وبمتابعة رئيس سلطة الطيران المدني بتأهيل هذه الصالات حقيقة بمدة زمنية قليلة، وهي تقريبا ب15 يوم. نعم، ولله الحمد كوادرنا في سلطة الطيران ومطار بغداد الدولي والاستعانة بشركات الطيران العاملة في مطار بغداد الدولي، اليوم تم افتتاح 3 صالات سامراء وبابل ونينوى أمام المسافرين. مطار بغداد الدولي جغرافيا أكبر مركز ترانزيت في الشرق الأوسط، وبالتالي أنت مجرد أنه تربط الرحلات الترانزيت، وأنا عرفت أنه راح تربط مع افتتاح هذه، وإذا طورت وبنيت هو في التصميم أكو قاعة أخرى اسمها بغداد بقت كل هاي القاعات، فسينافس المطارات الإقليمية الموجودة في إسطنبول وفي الدوحة وفي الإمارات بشكل واضح جدا. هذه الصالة وهي صالة سامراء سوف تكون إلى النواقل الأجنبية العربية والأجنبية، أيضا صالة بابل تكون عون لهذه الصالة باستضافة النواقل العربية، وصالة نينوى وهي مخصصة للخطوط الجوية العراقية. لا أخص عشان فقط لتأهيل قاعة نينوى المحترقة، اما انه هذه القاعه سامراء اللي الان احنا كانت توقف في 1990 ومحافظة بغداد دخلت بال 2011 اكملتها بال 2018 وكان ممكن افتتاحها، ولكن ايضا صار تاخير 5 سنوات، اليوم الحمد لله صار افتتاح رسمي وان شاء الله يبدا العمل ونلقى انه نقول خدمات اكثر تقدم الى مستخدمي المطار. حقيقه هو الراعي الاول والداعم الاول لافتتاح هذه الصالات هو دولة الرئيس الأستاذ محمد الشياع السوداني، بالإضافة حقيقة ولا ننسى دور محافظة بغداد في تقديم كل المساعدات وتأهيل المرافق الخدمية للصالات والكوادر الموجودة في سلطة الطيران المدني. لا تزال شركة بزنس أنتل هي تدير ملف المطار، وهي شركة فاسدة وجاءت بعقد فاسد، وأنا أعتقد هي غير مؤهلة، وهي غير مؤهلة كليا. أنا أتمنى يعاد النظر بالشركة الأمنية المختصة بحماية المطار. إحنا عندنا قوة أمنية عراقية بالتأكيد قادرة، لكن شركات الطيران العالمية تريد أن تتعامل مع موثوق دولي يدير مطارات، يدير أمن مطارات مهم، وهي الشركة ما شاء الله جابوها الفاسدين
تدير مطارين بالعالم، ليبيا وبأفغانستان اللي ما بيهن طيران. نعمل حاليا على افتتاح صالة كربلاء التي كانت مخصصة إلى هيئة الحج والعمرة. لا هي حقيقة هي جاهزة صالة كربلاء، ولكن هنالك بعض يعني ترميم وتأهيل بعض المرافق الخدمية في صالة كربلاء. هي صالة واحدة بعد أصلا غير مشروعية، طبعا هذا مشروع يعتبر متكامل، إما نذهب بإنشاء هذا الصالة أو أنا فكرتي أن ننشأ لنا مطار جديد بالعاصمة بغداد. أكو دعم وتوجيه من السيد رئيس الوزراء؟ طبعا هذا كله تحت رعاية وتوجيه، وخلنا نقول يعني يوميا أكو اتصال مع سلطة الطيران، وأيضا مع حضرته وياي اتصلنا في سبيل أنه تأهيل هذه القاعة وافتتاحها. إذن مثل ما تابعنا وتحدث السيد محافظ بغداد ورئيس سلطة الطيران المدني عن أنه هذه المشاريع تأتي بتوجيه مباشر من السيد رئيس الوزراء، وبالتالي هذه المشاريع هي مشاريع مهمة كون مطار بغداد الدولي يعتبر الواجهة الأولى للبلاد. نحتاج إلى تهيئة صالة كربلاء من جديد وتهيئة المرافق الموجودة في مطار بغداد بشكل كامل. تغطيتنا لهذا اليوم انتهت، نلتقي إن شاء الله في تغطيات أخرى ومشاريع أخرى جديدة تضاف للمشاريع اللي تم إكمالها خلال الفترة الأخيرة. في أمان الله.